وكما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الأمر وهو الذي فيه الدخول للنسك، هذا فيه مخالفة لهدي المشركين. أول ما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد بهذه التلبية في الحج، هذا فيه مراغمة ومخالفة للمشركين الذين كانوا يلبون التلبية الشركية، يقول: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء الإسلام بمخالفتهم في تلبيتهم الشركية إلى هذه التلبية، تلبية تحقيق التوحيد: لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تأكيد نبذ الشرك والبعد عن الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي: خالف هدينا هدي المشركين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف هدينا هدي المشركين. وفي رواية: هدينا مخالف لهديهم، كما عند الحاكم: هدينا مخالف لهديهم، يعني مخالف لهدي أهل الأوثان وأهل الشرك. وهذا ظهر في مواطن كثيرة في الحج، ومن أعظمها التلبية كما سبق. وهناك مواطن أخرى خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله المشركون في حجهم، لبيان تميز هذا الدين بعقيدته وشريعته عن مشابهة المشركين في حجهم وعباداتهم وأعمالهم. ومن المواطن التي جاء فيها مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين أن قريش كانوا لا يذهبون إلى عرفة، كانوا يقفون في مزدلفة أو قرب عرفة ولا يخرجون من حدود الحرم، كانوا يسمون الحمس، يعني المتحمسين أو المتشددين في هذه الأمور، ولا يخرجون ولا يقفون في عرفة، لا يقفون في عرفة، يزعمون أنهم عندهم صلابة في دينهم وأنهم لا يخرجون عن الحرم وأنهم يبقون في الحرم ونحو ذلك من الاعتقادات، يزعمون أن هذا من تعظيم الحرم أنهم لا يخرجون منه. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة، ووقف بعرفة، بل جعل الوقوف بعرفة ركناً من أركان الحج، قال: الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له، لا يسقط بأي حال من الأحوال. فهذا فيه مخالفة للمشركين الذين كانوا لا يقفون بعرفة، وإنما يقفون على حدود الحرم. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: رأينا كل مكان أعرض المشركون عن النسك فيه أوجب الله النسك فيه. وهذا من المخالفة، الدين يأتي بمخالفة المشركين في هذه الأفعال. فمن البراءة والمخالفة للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مخالفة لكفار قريش، مخالفة لكفار قريش الذين يقولون: نحن لا نفيض إلا من الحرم، يعني لا نفيض إلى الحرم إلا من داخل حدود الحرم، ولا نخرج عن الحرم. فأفاض النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من ها هنا عند الغروب، غروب الشمس، حين تكون الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها، فهدينا مخالف لهديهم. الأمر الثاني من المخالفة للمشركين أن المشركين كانوا
لا يفيضون إلا بعد إلا يعني كانوا يفيضون إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس مخالفة للمشركين. وكذلك كان المشركون يدفعون من مزدلفة بعد شروق الشمس، ينتظرون الشمس حتى تشرق، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ينتظرون شروق الشمس من ها هنا. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس، لما أسفر جدا، وبقي يذكر الله في المشعر الحرام حتى أسفر، فلما أسفر دفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين، مخالفة للمشركين. قال: وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها، فهدينا مخالف لهديهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهدينا مخالف لهديهم. انظر كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق هدي المشركين، وأن يخالف أفعالهم، وأن يخالف مظاهر حجهم، حتى في الدفع من عرفة ومن مزدلفة، فدفع من عرفة بعد الغروب، ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وهذا كله لأجل مخالفة المشركين. ومن المخالفة أيضا للمشركين أن المشركين كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، بل يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يرون أنها من أفجر الفجور. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه اعتمر في شهر القعدة من أشهر الحج، وأمر بالعمرة فيها، فخالف المشركين الذين كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، فهذا كله من حرص الإسلام على مخالفة المشركين وعدم مشابهتهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، خالفوا المشركين، قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن، مواطن الحج، على أن يخالف ما كان عليه المشركون من أفعال، من أفعال ومن أقوال، فخالفهم في الأقوال الشركية كما في التلبية، وخالفهم في الأفعال كما في الدفع من عرفة ومن مزدلفة، وأيضا الوقوف بعرفة. هذه المواطن التي كان المشركون يمنعون ويمتنعون من الوقوف فيها وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والأوقات التي كانوا يدفعون فيها خالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ليتميز دين الإسلام، دين الحنيفية، دين التوحيد، يتميز عن دين المشركين الذين كانوا يشركون بالله. نعم كانوا يحجون البيت، ولكنهم كانوا يشركون بالله، يعني أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره، يشركون معه، فحبطت أعمالهم.